السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله يا حبايبي يا إخواتي يا أولادي هنعمل الآيس كريم الجميل اللذيذ الاقتصادي. حلة حاطه فيها لتر من اللبن ان شاء الله. عندي هنا 5 معالق لبن بودر، نحطه كله على بعضه كده. عندي 5 معالق من السكر ابيض، وعندي 5 معالق من النشا. هنقلب كله على البارد، كله كده على البارد، وهنتنقل معاكم على البوتاجاز هنعملها مهلبية. طبعا دي زي ما قلت لكم في كل مرة القاعدة الأساسية بتاعت الآيس كريم اللي أنا بعمله كل سنة في الصيف، وطبعا إيه بيبقى طعمه حلو جدا جدا جدا. يلا بينا على البوتاجاز إن شاء الله. كده حبايبي أنا حطيت المكونات كلها على النار إن شاء الله، وهنقلب كويس جدا لحد ما تتكون معانا المهلبية. طبعا جميلة جدا وطعمها حلو قوي بيبقى ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها كده ان شاء الله واقلب فيها لحد ما القوام بتاعها ياخد الوضع بتاعه اللي هو الغليظ كده ان شاء الله، ونرجع لكم. كده حبايبي القوام بتاع المهلبية يعني ابتدى يغلظ اهو ان شاء الله في منتهى الجمال. بص اللهم صل على النبي، ناعم جدا وكريمي جدا 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 ما شاء الله ما شاء الله عليه، حاجة كده ايه فاخرة والله الحمد لله. يغلي شوية او يغلي شوية وهنطفي عليه ونسيبه يبرد خالص، بعد كده ندخله التلاجة يقعد 3 4 ساعات لحد ما يبرد تماما، بعد كده نكمل بقية الايس كريم اللي هو قرع العسل. وهنعمل 3 مكونات، قرع العسل وليمون والشوكولاتة، والتلاتة أحلى من بعض ما شاء الله. كده غلي اهي، ابتدى يطلع الفقاقيع بتاعته اهي، هنطفي عليه خلاص كده ونكمل معاكم بعد ما يبرد المكون ده. ودلوقتي حبايبي المهلبية زي ما انتوا شايفين بقت ساقعة جدا. انا عندي نهوت كريم جانتيه كنت مجهزاه، هنحط الكريم جانتيه على المهلبية ما شاء الله. هنقلبهم كويس مع بعض ونرجع لكم. كده حبايبي قلبناهم كويس جدا مع بعض، بقت ناعمه وكريمي ما شاء الله. انا عندي هنا القرع العسلي، هنحط كميه، انا هنقسم الكميه دي على 4. هنضربها في بالمضرب البيض ونرجع لكم. وده حبايبي الشكل بتاعها، طعمها مش عايزه اقول لكم قد ايه تحفه والله. نركن بقى الجمال ده على جنب ان شاء الله ونبدا في المرحله الثانيه. انا عندي هنا بوله نحط برده فيها حبه ما شاء الله. هنا عندي
ليمون، عصير ليمون. هناخد شويه شويه كده، ننزل عليها شويه شويه ما شاء الله. هنقلبها كويس يا جماعه ونرجع لكم. كده قلبتها كويس يا جماعه، طعمها روعه برضو. انا عندي هنا اهوت قشر الليمون، هناخد شويه كده عليهم. ريحتها تجنن بقى. عندي هنا بوله هنحط فيها الليمون او ايس كريم الليمون. كده المكون التاني. عندي بقى المكون التالت هنا ان شاء الله. هنحط عليه شوكولاتة او كاكاو. برضو هنقلبه كويس جدا يا جماعة ونرجع لكم ان شاء الله. كده قلبتها كويس جماعة. انا عندي هنا شوكولاتة هنزلها عليها كده. هنا عندي علبتين، هنقسم المكون ده على العلبتين دول ان شاء الله. كده حبايبي عندي اتنين شوكولاتة والقرع العسلي، وعندي نهوه الليمون. الاربعه ولا الثلاثه احسن من بعض والله. هنغطيه وهنسيبهم في الثلاجه لمده 3 4 ساعات ان شاء الله باذن الله، ونرجع لكم في تشوفوا الشكل النهائي. الايس كريم في البيت طبعا نظافه، وبتبقى المكونات انت عارفه انت حاطه ايه. وان شاء الله نشوفكم لما الايس كريم يسقع ويتلج في التلاجة ان شاء الله. وده يا حبايبي منظر الجيلاتي، طعمه يجنن جدا وشكله ومنظره. طعم الليمون في الجيلاتي حلو قوي، جربوه هيعجبكم جدا. والقرع العسلي انا مرضتش احط اي الوان من اللي هي اللي بيشتروها دي، كان عندي بصراحة ورميتها، جربتها في الكريب وما عجبنيش الطعم بتاعها فتخلصت منها بصراحة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديو اخر لو كان في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.